إن تجدد أزمة انقطاع التيار الكهربائي ينذر بحدوث أزمة حقيقية ستؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. إن انقطاع التيار الكهربائي سيوقف عمل محطات ضخ ومعالجة مياه الصرف الصحي، مما ينذر بمشاكل صحية وبيئية قد لا تحمد عقباها، حيث ستجبر البلديات على ضخ مياه الصرف الصحي الغير معالجة إلى شاطئ البحر بشكل مباشر، وبناء عليه ستضطر البلديات إلى إغلاق الشاطئ ومنع الاصطياف هذا الموسم حفاظا على سلامة المواطنين. ونحذر من استمرار وإطالة أمد هذه الأزمة، الأمر الذي ينذر بكوارث صحية وبيئية في حالة تفاقمها، ونناشد الجهات المسؤولة بضرورة توفير الكهرباء اللازمة لتشغيل مرافق البلديات من خلال توفير الوقود اللازم لمحطة توليد الكهرباء وبدون ضرائب أو رسوم إضافية. الشباب طبعاً اللي هو رئيس بلدية غزة هو رئيس أحد بلديات غزة المهندس مصالح.